أكيد كلكم إلا استخدمتم مضاد حيوي بحياتكم. شو هو المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي هو عبارة عن دواء أو مادة يا إما بتكون طبيعية أو كيميائية تستخدم لمحاربة البكتيريا البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات. فعندنا اليوم المضادات الحيوية، هذا المصطلح شو معناه؟ إنه الدواء اللي قاعد أنا بستخدمه العمال بستخدمه لقتل البكتيريا بطل فعال، أو إنها البكتيريا صارت تعمل أساليب مناعية وتقاوم هذا المضاد الحيوي، بالتالي بطل فعال للقضاء على المرض. حجم المشكلة، المشكلة عالمية كبيرة. حالياً في عندنا 480 ألف حالة مريض سل عندهم مقاومة لمرض المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج البكتيريا. وفي عندنا مشكلة ثانية إنه نجاح العمليات الجراحية صار كثير يتأثر بمقاومة المضادات الحيوية، لأنه صار عندنا بعد العمليات تصير حالات التهاب مقاومة للمضادات الحيوية المتوفرة بالسوق. ضمن سلسلة الفعاليات اللي بتكون فيها مديرية صحة طول الكرم بمفاهيم التعزيز والتثقيف الصحي، توجهنا لجامعة خضوري طبعا بالتنسيق وبدعوة من الدكتور عبد الفتاح الدرك مدير صحة طول الكرم بتنشيط فعاليات لليوم العالمي للسكري، وكمان عنا في أسبوع المضادات الحيوية. كان في عنا محاضرة لطلبة الجامعة عن مرض السكري وعن المضادات الحيوية، وفي عنا كمان فحص لنسبة السكر في الدم لمن يرغب من الطلبة. نجاح حلوان رئيس قسم إرشاد التوجيه جامعة خضوري عمل شؤون الطلابية. طبعا اليوم احنا على صدد عملنا ورشة عمل بخصوص مرض السكري وكمان المضادات الحيوية. تم التنسيق ما بين وبين جامعة خضوري وما بين وزارة الصحة. طبعا احنا نشكر وزارة الصحة لتلبية الدعوة لحتى يقدموا الخدمات اللي هي الموجودة للطلبة بخصوص سبل الوقاية من مرض السكري، الأعراض، العلاج. وكمان حتى في نهاية اللقاء رح نعمل كمان اللي هو فحص للسكري، نسبة السكر لجميع الطلاب اللي كانوا بالورشة.